تدين وزارة خارجية مملكة البحرين وتستنكر بشدة استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في إطلاق الطائرات المفخخة تجاه أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة في أعمال إرهابية إجرامية جبانة تستهدف أمن وسلامة المدنيين الآمنين. وتشدد وزارة الخارجية على موقف مملكة البحرين الراسخ المتضامن مع المملكة العربية السعودية ضد كل ما يستهدف أمنها وسلامتها، مشيدة بكفاءة وجاهزية قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن وتصديها المتواصل للاعتداءات الحوثية الإجرامية، مجددة دعوة المجتمع الدولي للتنديد بممارسات الميليشيات الحوثية وما ترتكبه من اعتداءات تهدد أمن واستقرار المملكة العربية السعودية والأمن والسلم الإقليمي.